سريعا في النهايه سيد فادي، موقع ولا الاسرائيلي بيقول ان الاجهزه الامنيه كشفت ان حزب الله كان بيخطط لاغتيال وزير الدفاع السابق موشي يعلون، هل حزب الله هيحاول يعمل شويه عمليات اغتيالات لمسؤولين سابقين في اسرائيل ربما لحفظ ماء الوجه؟ وايضا انه يعني في تقارير اعلاميه اسرائيليه اكدت ان النهارده في تعرض لمواقع وبنى تحتيه ودوائر وشركات اسرائيليه لهجمات سيبرانيه، هل بدأ الرد فعلا يعني؟ هو يعني الكلام عن استهداف شخصيات إسرائيلية محددة أن حزب الله قد يكون يستطيع، لماذا لم يفعلها من قبل؟ لو كان يستطيع ولم يفعلها ستكون مصيبة كبيرة. ولا أعتقد بأن حزب الله قادر على استهداف شخصيات مؤثرة إسرائيلية من الصف الأول أو حتى الصف الثاني أو الثالث، وإلا لكان قام بهذه العمليات. أما عن الاستهدافات السبرانية في الفترة الماضية، جميعنا رأينا إيران تعرضت، إسرائيل تعرضت أكثر من مرة، ولكن ليس بالطريقة يعني عن طريقة الهاكرز العادي، عن طريقة الهاكرز العادي وليس عن طريق تفجير أدوات بعينها. لكن هنا عندي تعقيب صغير سريع. يوجد دلالات كثيرة عن المرحلة المقبلة وما تهدد به إيران. منذ أيام رأينا الصاروخ الحوثي وصل إلى تل أبيب. أمس اعترضت الصواريخ المضادة الإسرائيلية صاروخا آتيا من العراق. حزب الله يمتلك الترسانة الأكبر الموجودة في الشرق الأوسط للصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى، علما بأن حزب الله وخبراء حزب الله هم الذين أسسوا مصانع الصواريخ في سوريا وفي العراق وحتى في اليمن، وبالتالي فأن إيصال الصاروخ اليمني وإطلاق الصاروخ العراقي ووجود الترسانة، طيب إذا انسحب حزب الله حتى 45 كيلومتر صواريخ ستظل تطال الشمال الإسرائيلي، يعني معادلة الدخول ومعادلة سحب الجنود إلى خارج الليطاني. وهنا أعود إلى مسألة تفكير نتنياهو كالعام 82 حينما أراد إخراج المقاومة الفلسطينية من لبنان ونجح، لكن هنا الأمر مختلف. حزب الله لديه قاعدة شعبية أسسها منذ 4 عقود ومن الصعب التخلص منه إلا بإفراغ منطقة الجنوب اللبناني من الليطاني، ليس من الليطاني، من نهر الأولي حتى النقورة. ولكن هناك نقطة، بأن الإدارة الأمريكية كانت تسيطر على حكومة إسرائيل في فترة شارون. اليوم المعادلات اختلفت، ورأينا أن الإدارة الأمريكية راهنة مرتعشة خائفة داعمة لكل إملاءات وقرارات نتنياهو الذي صفع بايدن عدة مرات، وبالتالي ستتكيف الإدارة الأمريكية مع المخطط الصهيوني التوسعي في لبنان. أشكركم شكرا جزيلا. يعني واضح أنه هذه أيام ليست سهلة، هي أيام صعبة على المنطقة كلها. بالتأكيد سيكون لنا لقاءات أخرى وجلسات أخرى لكي نحاول أن نستقرأ المشهد ونحلله من زاوية أخرى. أشكركم شكرا جزيلا سيد محمد سعيد الرز الكاتب والمحلل السياسي، نورتنا في مصر الجديدة. سيد فادي عكوم الكاتب والمحلل السياسي، نورتنا في مصر الجديدة. وسيد محسن أبو رمضان الكاتب والمحلل السياسي، نورتونا. أشكركم شكرا جزيلا، أشوفكم يوم الأحد إن شاء الله في مصر الجديدة.